كيف وصل لبنان إلى هذه الحال؟ شكراً علي على هذه الاستضافة، وتحية لك ولتغريد ولكل جمهور الام بي سي ام بي سي 1 وكل مجموعة الام بي سي الحبيبة. الواقع، دعني أسجل بداية ملاحظة على التقرير، وهو التركيز على مشكلة الفساد في لبنان. الفساد ليس هو المشكلة، رغم أنه مشكلة. هناك كان فساد في السعودية، ولذلك جرد الأمير محمد بن سلمان تلك الحملة الكبيرة ضد الفساد، لكن الفساد لم يؤدي إلى انهيار السعودية. هناك فساد في أمريكا، لم يؤدي الفساد إلى انهيار أمريكا. المشكلة في لبنان، وأكاد أقول لا مشكل اقتصادي في لبنان، هناك مشكل سياسي في لبنان أنتج مشكل اقتصادي وأنتج فيما بعد مشكل مالي ونقدي. المشكلة الأساسية في لبنان هي مشكلة سياسية، مشكلة في أن هذا البلد الصغير الذي يعتمد على سلامته الاقتصادية، تعتمد على سلامة علاقاته العربية والدولية، ضربت هذه السلامة، ضربت العلاقات العربية بسبب وجود ميليشيا حزب الله والسياسة الإيرانية في لبنان، ضربت علاقات لبنان الدولية بسبب هذه السياسة الإيرانية التي يمثلها حزب الله في لبنان، ومن هنا بدأ يعني المشكل. لذلك لا حل اقتصادي في لبنان من دون حل سياسي، لا حل مالي في لبنان من دون حل سياسي. يجب أن يعود لبنان إلى قواعد السلامة الوطنية، وأولها أن يكون لبنان دولة محايدة، بمعنى ليس منصة للعدوان على أحد، وأن يكون منسجما مع يعني دعني أقول نظام المصلحة العربية بالمعنى العام للكلمة، ليس بالمعنى المحاور والانتظام ضمن محاور. طيب الآن نديم، يعني المتابع للبنان من الخارج يرى لبنانين لا لبنان واحد، يعني نشوف لبنان الفقر والجوع اللي بيعانيه الناس، ولبنان آخر يجسد المناكفات السياسية اللي بتعيشها الطبقة الحاكمة. فأنت كنديم قطيش كيف ترى هذا المشهد؟ ما في شك أنه هناك يعني لبنان مبتلى بطبقة سياسية، وهنا ربما يعني أستطيع أن أدخل جزئية الفساد في عموم المشكلة. حزب الله بسبب حاجته لولاءات سياسية من طوائف أخرى يتغاضى عن فسادها، يغطي فسادها، يساعدها على الفساد، وهي تعطيه الشرعية، ويعني هناك لعبة ابتزاز متبادلة. نفس النموذج في العراق لو لاحظتي، هناك دولة ضعيفة، ميليشيا قوية، وطبقة فساد وفاسدين عريضة ومتنوعة. هناك فاسدون أكراد وسنة وشيعة، وداخل المؤسسة الدينية وداخل المؤسسة الأكاديمية، يدير شبكة الفساد هذه، يعطيها شرعية، يؤمن مصالحها على أن ترضخ هي لقراره السياسي وعنوانه السياسي. نفس الأمر حاصل في لبنان، مجموعة من السياسيين الانتهازيين مقابل أن يسمح لهم بالسرقة يعطون حزب الله ما يريد في المسألة السياسية والدفاعية والخارجية. هم يتغاضون عن جسامة حضوره في القرار السياسي والاستراتيجي للبنان، وهو يتغاضى ويشاركهم أيضا في لعبة الفساد. بطبيعة لبنان يعاني من عجز في القيادة، لا توجد قيادة لبنانية حقيقية وطنية حريصة على لبنان. لذلك عندما يخرج كلام مثل كلام سيادة البطريرك الراعي يأخذ هذا الحجم في لبنان، لأن الناس جاهزة لمثل هذا الكلام. صحيح. المشكلة أن لا أحد يريد أن يدفع أثمان هذه المعركة من الطبقة السياسية الانتهازية. للأسف كلام البطريرك لو أنه ليس كلاما شعبيا أو ليس كلاما جماهيريا لما أخذ هذا الحجم من القبول والتأييد في كل الطوائف. طيب نديم، يعني إذا اتفقنا في البداية إلى أنه هناك ليس هناك المعاناة الأكبر ليست هي الفساد، ولكن نرجع ونعود للنقطة الأولى وهي مشكلة إدارة البلاد، وهنا يكمن الفساد، أو خلينا إنجاز التعبير نسميه زي ما تفضلت قلت عجز في إدارة البلاد، وهذا فساد سياسي. إذن السؤال، هل هناك حل؟ كيف يمكن إنقاذ البلد؟ كيف يمكن أن نساعد الناس في مثل هكذا أوضاع؟ لا توجد مشكلة خلقها الإنسان ولا يستطيع الإنسان حلها، هذه قاعدة عامة. المشكلة في لبنان خلقتها طبقة سياسية فاسدة صحيح، متآمرة صحيح إلى ما هنالك، وبالتالي نعم هناك إمكانية للحل، إنما الحل
لن يكون على قاعدة الترقيع كما نقول في لبنان، ولا يكون على قاعدة أنصاف الحلول وأرباع الحلول. يجب أن تعود الطبقة السياسية اللبنانية والقرار السياسي إلى فعلا إلى قواعد السلام الوطنية، وهذا يتطلب أولا أن يكون هناك رئيس جمهورية مختلف عن فخامة الرئيس ميشيل عون، رئيس جمهورية يعطي الأولوية أولا للمصلحة اللبنانية العامة وليس لمصالح أي حزب أو أي فريق، رئيس جمهورية لا يريد شيئا لنفسه ولا لصهره ولا لبناته ولا لأحد سوى السلام الوطنية العامة في لبنان. وبالتالي يجب إسقاط رئيس الجمهورية اللبنانية، أن نذهب إلى انتخابات نيابية، وأن نعيد تشكيل البلد على قواعد الحياد وعلى قواعد المصلحة الوطنية عامة. أنا سمعت في التقرير كلام جميل وشاعري عن جبال لبنان وشواطئ لبنان ومطاعم لبنان. هناك شواطئ في كل العالم أجمل من لبنان بما لا يقاس، وهناك مطاعم أفضل من لبنان بما لا يقاس. لبنان فقد وظيفتين أساسيتين، فقد كونه ملعبا للصراعات عندما كان في السبعينات والثمانينات، الآن فتحت ملاعب أكبر وأغنى وأكثر إغراء في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها، وفقد الوظيفة أنه كان مصرف المنطقة ومستشفى المنطقة وفندق المنطقة. الآن هناك فنادق في دبي أفضل من لبنان بعشرات المرات، وهناك مطاعم أفضل بعشرات المرات. بالتالي فقد لبنان وظائفه التقليدية. علينا أن نعترف بأننا وصلنا إلى هذه المرحلة، وأن نبدأ بالتفكير كيف نعيد إنتاج وظيفة لبنان، البداية والمدخل برئيس جمهورية مختلف، بانتخابات نيابية تنتج نخبة سياسية مختلفة، وبأولا وأخيرا معالجة السرطان الأساسي وهو سلاح حزب الله. أنا لا أتحدث عن حزب الله بما يمثل عند الطائفة الشيعية، هو طبعا صاحب صفة تمثيلية لا خلاف عليها، إنما هناك فرق بين صفته التمثيلية في الداخل اللبناني وبين اختطافه للبنان كدولة وتوظيفه ضمن المشروع الإيراني. بهذا المعنى لا يمكن لأحد أن يساعد لبنان، ولا يجب لأحد أن يساعد لبنان. عندما كان مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مشكورا يحاول أن يستقطب مساعدة من دولة الكويت الشقيقة والتي لطالما وقفت إلى جانب لبنان، كانت الصحافة الكويتية تتحدث عن مجموعة تبييض أموال مرتبطة بحزب الله في الكويت. ضع نفسك كما كان أي مسؤول كويتي، ويأتيك مسؤول لبناني ويقول لك أريد مساعدة، ماذا تقول له؟ تعطيه الصفحة الأولى لأي صحيفة كويتية على مكتبك وتقول له تفضل بالقراءة. ما لم نعالج هذه المشكلة لن يكون هناك حل لبنان، ولا يجب أن يكون هناك حل لبنان. على اللبنانيين أن يتحملوا مسؤولية خياراتهم، وأنا أقول هذا الكلام بأعلى درجات الألم والأسف، لأن هؤلاء أهلي وهذا بلدي وهذه مؤسسات بلدي. ولكن التهاون وأنصاف الحلول لم تنتج إلا تقوية لحزب الله وتقوية للخيار الإيراني وأضعاف للدولة وأضعاف للمعتدلين. واضح يا نديم. كلمة أخيرة تود أن توجهها نديم للبنانيين ولمن تسبب في هذه الأزمة. أقول للبنانيين عليهم أن لا يفقدوا الثقة بأنفسهم. الرأس المال البشري اللبناني من أرفع ما يكون في المنطقة. أحد الأصدقاء عين قبل أسابيع قليلة مستشارا كبيرا لمصرف المركزي في هونغ كونغ لإعادة مساعدة هونغ كونغ على النهوض بأزمتها من بعد كوفيد 19 والمشكلة مع الصين. إذا كان لبناني يساعد هونغ كونغ فلا أرى سببا أن لا يساعد هذا اللبناني لبنان. وعلى ذلك قص، يعني أحد اللبنانيين الآخرين عين من أسابيع رئيسا لأكبر شركة تأمين في الولايات المتحدة الأمريكية. رأس المال اللبناني البشري رأس مال كبير، على اللبنانيين أن يثقوا بأنفسهم، أن نتحمل الوزر هذه المعركة التي نخوضها الآن لاستعادة القرار السيادي في لبنان، وأظن أننا سننتصر. لا يمكن لحفنة من المسلحين أن تبقى مختطفة لبنان إلى الأبد. لا يوجد هناك من يعاقب لبنان، العرب لا يعاقبون لبنان، كل ما يريده العرب من لبنان أن يكف شرهم شره عنهم فقط. يعني لا توجد عقوبات في لبنان، يقال يتم الحديث عن عقوبات، غير صحيح. لا يوجد لبناني ممنوع من تحويل أموال من وإلى الخليج، لا توجد شركة ممنوعة من العمل، لا توجد المصرف المركزي يعمل. هذه هي العقوبات. لبنان غير معاقب، لبنان بكل بساطة يعاني من انكفاء عربي وغربي عنه، أسبابه معروفة وحلها ممكن. بالتالي علينا أن لا نفقد الثقة بأنفسنا، وأن نستمر في هذه المعركة، واستعادة لبنان مصلحة أولا للبنانيين ومصلحة لكل الاعتدال في المنطقة.